في حالة هي الأولى من نوعها على صعيد المدربين الأردنيين، تولى المدرب إبراهيم حلمي المسؤولية الفنية في 5 أندية أردنية من الدرجة الأولى، واستطاع الصعود بها لمصاف أندية محترفين، حيث تمكن من الصعود مع نادي الوحدة ومعان والسلط واليرموك ونادي البقعة الذي يدربه بدور المحترفين. نعم، إنه إبراهيم حلمي، اسم سطع نجمه في سماء التدريب في عالم كرة القدم الأردنية. إنجاز تاريخي صنعه إبراهيم حلمي عجز عنه الكثيرون، حيث إنه المدرب الأردني والآسيوي الأول والوحيد الذي يحقق إنجاز الصعود من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين مع 5 أندية مختلفة في 5 مواسم متتالية. وما زلنا رغم الظروف الصعبة بعيشها أنه منقول راح يوصل أدوار متقدمة، لأنه في لاعبين عندهم إصرار وفي تحسن بالمستوى. بداية مشواره كمدير فني للفريق الأول كانت مع نادي الوحدة في محافظة مأدبة جنوب غرب العاصمة عمان عام 2016، ونجح في الصعود مع الفريق من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى. في الموسم التالي وقع عقدا احترافيا مع ناديه الأم نادي اليرموك ليكون مديرا فنيا لفريقه الأول، ولم يخيب حلم التوقعات ونجح في الصعود مع الفريق من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين. وفي عام 2018 توجه حلمي إلى الشمال الغربي من العاصمة حيث مدينة السلط ليتولى قيادة الفريق الأول في نادي المدينة نادي السلط، وحقق إنجازا تاريخيا باسم النادي بصعود الفريق للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري المحترفين. بعد 3 مواسم ناجحة تحولت بوصلة حلمي إلى جنوب المملكة، حيث كان على موعد جديد مع الإنجاز والصعود، وهذه المرة مع نادي معان نحو دوري المحترفين. وفي عام 2020 استلم القيادة الفنية لنادي البقعة وكرر الإنجاز بالصعود أيضا إلى دوري المحترفين، وقد استمر معه كمدير فني في دوري المحترفين حتى تم إنهاء التعاقد مع النادي بالتراضي. في صيف 2021 قرر حلمي إثبات علو كعبه فنيا، لكن هذه المرة من خارج الأردن، حيث وقع عقدا احترافيا في مملكة البحرين مع نادي الشباب، أملا في تحقيق إنجاز للنادي في الصعود إلى دوري المحترفين البحريني. على مستوى الفئات العمرية عمل إبراهيم حلمي مدربا للفئات العمرية في نادي اليرموك، حقق خلالها 5 بطولات رسمية مع 5 فرق لفئات مختلفة. في عام 2017 تلقى تكريما من سمو الأمير علي بن الحسين كواحد من أفضل 3 مدربين أردنيين. إذن هي 10 سنوات من التدريب والنتيجة 10 بطولات مختلفة. لاعب نادي اليرموك لمدة 20 سنة بدأ مسيرته في كرة القدم منذ نعومة أظفاره في سن 13، حيث التحق بفريق الناشئين بنادي اليرموك في العاصمة عمان ومثله لمدة 20 عاما بمختلف الفئات العمرية ومختلف البطولات. أما على المستوى الدولي فقد ارتدى قميص المنتخب الأردني للشباب في تصفيات كأس آسيا عام 1995 و1996، وقد كان قائدا للمنتخب الأردني العسكري لأكثر من 10 سنوات. لخبراته كلاعب ومدرب ولمهاراته الكلامية أيضا عمل إبراهيم حلمي كمحلل لقنوات أردنية رائدة مثل التلفزيون الأردني وقناة المملكة والرياضية الأردنية لمختلف البطولات المحلية والعربية والآسيوية. الصبر والاجتهاد والانضباط في العمل والكثير من السمات الشخصية التي يتصف بها إبراهيم حلمي جعلت منه قائدا حقيقيا للفرق التي أشرف على تدريبها،
مرات المدرب لما يدخل في قلب اللاعبين في إحساس اللاعبين وهذا مهم كثير. إحنا ككوميونيكيشن يعني تواصل مع اللاعبين اللي نقدر نوصل في قلب اللاعبين. فالأمور المالية على كل العالم مش بس على أي فريق دربته وصعدت فيه. درب حلمي أندية من العاصمة عمان وأخرى من الشمال والجنوب. عرف عنه الانضباط والاحترافية في العمل والولاء للمؤسسات الرياضية التي عمل معها ونجح في قيادة فرقها صوب الصعود لدور المحترفين. هو مدرب جبار، مدرب صادق في عمله، متفاني في عمله جدا. يعني تعبنا احنا وياه تعب كبير جدا عشان نطلع فريق ناشئين وطلعنا فيه من دور الدرجة الأولى إلى الممتاز. إبراهيم يعني هو حياة كرة القدم حقيقة، يعني إبراهيم يعني يتنفس كرة قدم، مهني جدا، يعني لا يسمح لأحد أن يتدخل في عمله. يجب الإشارة إلى خلفية إبراهيم حلمي الأكاديمية، فهو حاصل على أعلى شهادة تدريبية في قارة آسيا، دورة المدربين المحترفين برو، وحصل كذلك على مختلف الشهادات التدريبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فئة A وB وC، بالإضافة لعدة دورات معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحادين الإنجليزي والهولندي لكرة القدم.